نظم المجلس الأعلى للمرأة مجموعة تركيز للقيادات في القطاع المالي والمصرفي بمقر المجلس الأعلى للمرأة ضمن الاستعدادات ليوم المرأة البحرينية 2015، والذي يحمل هذا العام شعار المرأة في القطاع المالي والمصرفي. وبهذا الخصوص كان للمشاركين رأياً حول هذا اللقاء. المرأة يشكر على هذه المبادرة، هي فرصة للتناقش، لطرح الأفكار، الوصول بتوصيات لتعزيز دور المرأة في القطاع المالي والمصرفي. I'd like to first thank the Supreme Council of Women for taking care of the financial sector this year, and I really appreciate these workshops as they will empower the women in the banking sector. المجلس له دور كبير في توعية المرأة، طبعاً هذه الأنشطة وهذه اللقاءات اللي ما بين المجلس والقياديات في القطاع الخاص يساعد على توصيل رسالة المجلس اللي هو طبعاً تمكين المرأة، فكل ما كان هناك نوع من التواصل من هاي النوع اللي هو يخلق نوع من الحوار والنقاش، وأن يكون المرأة لها دور أيضاً في تطوير المرأة، فالمرأة تحس بالمسؤولية إنه أوكي ما أن المجلس دعاني إذا أنا لي دور معين، وهذا بحد ذاته يعطي ثقل للجهود اللي قاعدة تصير بحيث ما تكون معزولة عن وضع المرأة ككل. يعني اليوم شفنا إن في كثير من النقاط النساء القياديات عندهم آراء معينة طرحوها، وهذا شيء جيد. طبعا سوف تؤخذ بعض النقاط والنقاط الثانية راح تدرس بشكل مختلف، ولكن بالفعل هذه اللقاءات هي تشجع التواصل ما بين المجلس والمرأة في المجلس. نشكر المجلس الأعلى للمرأة لإعطاء الفرصة للمرأة البحرينية بأن تشارك في المؤتمرات والدورات التدريبية للمرأة البحرينية بحيث أن توصلها إلى الأعلى المراتب. طبعا اللقاءات جدا مهمة، يعني أنا ما أقول إن الدولة مو قاعدة تسوي شيء حق المرأة، لكن مهم سماع رأي القطاع الخاص خصوصاً المصرفي عشان تنبني على أساسها البرامج المناسبة لكل القطاع. فأنا يعني لحد الحين استفدت وايد من اللقاء لأن عرفت آراء زميلاتي في القطاع نفسه، وهاي الشيء بيساعدنا كلنا مع بعض نبني القواعد الأساسية عشان يعني نطور المرأة.